فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: مره فليراجعها، هل هذا دليل على أن الطلاق البدعي قد وقع وأنها تحسب عليه؟ قوله فليراجعها، قالوا هذا يدل على أنه وقع، لأنه لو لم يقع ما احتاج إلى مراجعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا كثير الشقاق مع زوجتي لأمور دينية. الذي يقولون أنه ما يقع في الحيض يقولون يراجعها، يعني يردها، يعني معنى المراجعة معناها الرد، وليس معناها ليس معناها أنها لم تطلق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.